صباحكم أمل من الجنوب. صباحكم عسل يا عسل. نحن هلا وصلنا على الجنوب زيارة عند حبايبنا، بعرفكم على الحجة أم فضل. يلي ما بيعرفها لأم فضل هي أم فضل، أنا قد ما بحبها وبحترمها بعيط لها أم فضل، ولكن أشهر من أن يعرف الحجة فدويت، فاستقبلتنا اليوم يا حبيبة قلبي. عجبك مبارح الفنان شيخ النجوم وديع الشيخ شو عمل مع بسيناتي؟ شو عمل؟ ما قلت لك شو عمل؟ ما هلا جينا زيارة نخبرك شو عمل. مرسي وديع الشيخ، بسينات امبارح كانوا عم بيدعوا لك كثير، 53 بسينه. عال طعمه البسينات وهيدا العكروت رغب علامه، طلع للشعب بان نحن تحت الارض. يعيب الشوم يا واطي. ينقبر، بس انا بدي اقول له الشيله رغب علامه، وبتمنى تبعتي له الفيديو مش تنحط يعني تخافي منه. فشر بعينه قال ما تخاف من حدا. بدي اقول لك يا رغب علامه يا عكروت يا ندل، ابدك الفوفو. انتبهت؟ نحن مش تحت الارض، نحن اللي عملناك انت ولا شيء. سرميت اهل الجنوب اللي عملتك. نحن اللي عملناك انت زباله، انت حساله المجتمع. كون مثل وديع الشيخ اللي تعمل بسس. الله اكبر. طبعا عن جد وديع الشيخ عن جد ليكل ما بيعرفوا بيجهلوا هالبني ادم، والله العظيم قلبه كتير طيب، كتير 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 انسان حنون، بس انا بحب هيدا فيه. ادمه وقف جنب البسس، وقف يا وديع الشيخ جنب الفقراء. هلا بدي اوقف حد فدوات. ايه يقبر قلبه ان شاء الله. بدي اوقف حد فدوات. بتحبك الحجه فدوات يا شيخ النجوم؟ لا بحبه مقدم. مين احلى مين احلى، وديع الشيخ ولا رغب علامه؟ اجرب تسوي له رغب علامه لهالعكروت. الله اكبر شيخ النجوم عكروت، لانه يا رغب علامه نحن حبيناك، انا كنت احضرك. انا ما بحبه. ونحن حبيناك لكن نحبه. انت بتحبش انت هلا كرهته؟ بحب كره وكره عمره. هلا سوي عمل فينا ضرب انه نحن تحت الارض، اجرنا اللي عملتك. فهمت شو؟ انت ما بتسوى شيء، انت بهدلت الشعب اللبناني، نحن كل عمرنا شبعانين، انت الجوعان. لو ما نحن انت ولا شيء، انت حسالة المجتمع، انت ولا ابنك يا خيخه. سرميت وديع الشيخ، ونحن ما بنتشرف فيك انت تكون مننا. وصلتك الرساله؟ سرميت وديع الشيخ بتسوى رغبتك. اذا بتفكر تجي على لبنان على المطار بدي اترك بالشحاطه. الله اكبر، شحاطه وديع الشيخ بشحاطه لوديع الشيخ. بدي اعصب على رقبته نحن لرغب علامه.